وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد خالد عبد الرحمن الكوهجي القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لتنمية المجتمع. أهلا بك سيد خالد في نشرة الثالثة، وهل لك أن تطلعنا بشكل عام على مزايا برنامج خطوة وما الذي سيقدمه لممارسي أنشطة البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير أختي مريم وللمستمعين جميعا. أهلا بك. طبعا في البداية أود أن أشيد إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على إتاحة الخيار أمام ممارسي نشاط البيع عن طريق الإنترنت ونشاط الطاهي من المواطنين بالانضمام إلى برنامج خطوة أو برنامج سجلي. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية هو أحد المشاريع الرائدة في مملكة البحرين والتي حازت على تقدم على مستوى العربي في كثير من الجوائز. هو يمثل قطاع قانوني من خلال قرار رقم 39 سنة 2010. البرنامج الانضمام إليه مجاني من غير أي رسوم، واستفيد المستحقين بهذا البرنامج بالحصول على بطاقة تعريفية خاصة وشهادة قيد العمل من المنزل للمنتج الذي يقوم بإنتاجه أو الاستفادة منه، ويتم تجديد هذا التصريح أيضا بشكل سنوي وبدون أي رسوم مادية. كما أن من هذه مزايا هذا البرنامج أنه يوفر تدريب للمتقدمين للالتحاق ببرنامج خطوة، سواء كان المتقدم هو مبتدئ أو احترافي أو عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، فيوفر لهم تدريب مجاني. كذلك يوفر لهم من خلال مركز التصميم والابتكار الموجود بمجمع العاصمة منتجات الأيدي البحرين التابع للوزارة، يوفر لهم تطوير منتجاتهم بهدف تسويقها بشكل أفضل. يوفر لهم أيضا منافذ تسويق منتجاتهم إما من خلال مجمع العاصمة منتجات الأيدي البحرينية أو من خلال مراكز الأسر المنتجة الموجودة في مختلف مناطق البحرين أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتسويق منتجاتهم وبدون نسبة أي نسبة فوائد أو إيجارات. نعم. يساهم أيضا في الملتحقين بهذا البرنامج، يوفر لهم أيضا ميزة جديدة وهي الحاضنات الإنتاجية احنا نسميها، مثلا مركز سترة لمنتجات الحاضنات الغذائية، تصنيع وتعليب كل منتجاتهم وتسويقها. أيضا ممكن يحصلون على التمويل من خلال بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر، وبالتالي يطورون من مشاريعهم، ويوفر لهم أيضا التأمين الاجتماعي الاختياري، وهذا يسهم أيضا في مستقبلهم التقاعدي. فالعديد من المزايا التي يوفرها برنامج خطوة للمشروعات المنزلية للمستحقين به بدون رسوم وبدون أي أتعاب، وهذا طبعا كله يصب في مصلحة تمكين الاقتصادي للأفراد وللأسرة. نعم سيد خالد، هل هناك شروط للانضمام لهذا البرنامج خاصة بالنسبة للذين يمارسون العمل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا توجد هناك شروط سوى أنه يكون يعني ينضم للبرنامج من خلال طبعا مثل ما ذكرنا الاستفادة من التدريب الموجود أو من خلال تطوير منتجاته، أو أن يكون طبعا المنتجات هي ضمن القرار 39 اللي عبارة عن 21 منتج موجودين من ضمن المنتجات اللي ممكن التحق فيها برنامج خطوة. نعم السيد خالد عبد الرحمن الكوهجي القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، شكرا جزيلا لك.